44 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أني دخلت الجنة فرأيت قصرًا أبيض بفنائه جارية، قصر أبيض بساحته جارية فقلت لمن هذا القصر قاطب مين جارية لمن هذا القصر قالت لعمر قالت لعمر فأردت أن أدخله فانظر إلي كيف هذا؟ فذكرت غيرتك يا عمر، فقال عمر: بأبي أنت وأمي، أي أضحي بأبي وأمي لكي تبقى بإذن الله. يا رسول الله او عليك اغار هيك حياتهم مين يبني قصر في الجنه مين يحصل اجر وثواب